السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم الجمعة، اللهم صل على سيدنا محمد. تابع هذه المشاهد من المسجد الأقصى المبارك ورواده، ما شاء الله، حلقات علم، قراءة قرآن، دروس، ما شاء الله. المسجد الأقصى المبارك عامر برواده الشرفاء الأطهار الكرماء. هذا هو الأفريقي الذي أتى مشيا إلى المسجد الأقصى المبارك. ونتابع هذه المشاهد، ما شاء الله، دروس علم، إذن
إن شاء الله نتابع هذه المشاهد من مصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك. نتابع هذه المشاهد اليوم الجمعة ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وهذه طبعا هذه المشاهد الكريمة العظيمة من رواد المسجد الأقصى المبارك، حلقات علم، دروس قراءة قرآن، تسبيح، تهليل، موالد، كل شيء. الحمد لله هنا في المسجد الأقصى المبارك عامر في مصلينه، في رواده، نعم يعج به المصلون. الحمد لله. أجواء روحانية، أجواء دينية، أجواء تبث، أجواء جدا تبعث على الأمل. نعم، المسجد الأقصى المبارك عامر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما شاء الله. هذه الأجواء الطيبة الرائعة من المسجد الأقصى المبارك. الحمد لله رب العالمين. كيف ترى وكيف تشاهد هنا هذه الأجواء الطيبة الكريمة الروحانية الدينية من المسجد الأقصى المبارك؟ اللهم احفظ لنا أقصانا عامرا كريما عزيزا، واجعلنا يا رب العالمين من جند المرابطين إلى يوم الدين. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.